في الخطاب اللي لقى امام البرلمان في افتتاح البرلمان وضع خريطه طريق جديده اللي اتكدنا عليها وفيها تحولات كبرى التحول الاول وهو اننا عوض ان نركز اساسا على السدود ضروري ان نواصل في سياسه تسريع وتيره انجاز السدود ولكن في المقابل ان نركز على اكثر على المياه الغير الاعتياديه وبالتالي التركيز على تحليه المياه على البحر والتركيز على إعادة استعمال المياه العادمة ثانيا أنه من ضروري كذلك أن نركز على الطلب ضروري أننا نقف التبدير ضروري أن نعمل كذلك على النجاعة المائية لأن كاين العديد من التسريبات في القنوات ديال المياه ضروري كذلك أن نعمل على تحسين مردودية المياه من خلال العمل على التنقيط السقي بالتنقيط الى اخره من التدابير الاساسيه في هذا الاطار والنقطه الثالثه وهو الحفاظ على الفرشه المائيه باش اننا نضمنوا مستقبل الاجيال المقبله بالنسبه لبلادنا ونضمنوا الاستمراريه كذلك ديال العمل الفلاحي اللي هو اساسي بالنسبه لبلادنا